قال مايكل جوف وزير الحكومة البريطاني إن هناك مؤشرات على تباطؤ معدل العدوى بفيروس كورونا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق أنشطة الحياة اليومية، لكنه أضاف إن الوقت لم يحن بعد لتخفيف هذه الإجراءات. بريطانيا ليست وحدها في فرض هذه الإجراءات، فدول كثيرة حول العالم تطبق حظر التجوال والعزل المنزلي لمكافحة تفشي الوباء الفيروس. السؤال الذي يشغل بال سكان هذه الدول، إلى متى ستستمر هذه الإجراءات؟ خليك في البيت، ابقى في المنزل، بكل اللغات وجميع اللهجات انتشرت هذه العبارة في الأماكن العامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. لكن السؤال الذي يجول في خاطر الجميع، إلى متى؟ للأسف لا أحد يملك إجابة حاسمة، لا الحكومات ولا منظمة الصحة العالمية ولا حتى الأطباء أو العلماء. الأمر في الواقع يعتمد على نتائج الإغلاق الذي بدأته دول كثيرة حول العالم، ويعتمد أيضاً على الالتزام بالإجراءات والتدابير المفروضة للحد من تفشي الوباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان متفائلاً عندما توقع أن تبدأ الحياة في بلاده بالعودة إلى طبيعتها مع حلول عيد الفصح في شهر نيسان أبريل. ومع الارتفاع الهائل في أعداد الإصابات في الولايات المتحدة، تراجع ترامب عن هذه المواقف وصرح أخيراً أن تجنب السفر والتجمعات قد يستمر حتى شهر حزيران يونيو. أما الحكومة البريطانية فأعطت مهلة 6 أشهر لتعود الحياة إلى طبيعتها، ولكن هذه المهلة هي مجرد تقدير وليست موعداً مؤكداً. وإيطاليا التي تسجل أعلى معدل وفيات مددت حظر التجول وإجراءات العزل العام حتى 12 من شهر نيسان أبريل على الأقل. ومن المتوقع أن تمدد هذه المهلة مجدداً إذا لم يحدث انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين والوفيات. قد تفيد الإشارة إلى أنه في ووهان المدينة الصينية التي بدأ الوباء بالتفشي منها، استمر الإغلاق التام والحجر الصحي لمدة 2.5 شهر تقريبا، وبعدها بدأت الحياة بالعودة تدريجيا إلى طبيعتها، ولكن ليس بشكل تام، فلا تزال السلطات تفرض بعض التدابير ولا سيما على القادمين إلى المدينة. هبة الله بيطار، بي بي سي. من بيروت ينضم إلينا الأستاذ عباس ظاهر، الباحث المختص بإدارة الأزمات. أستاذ عباس، أهلا وسهلا بحضرتك. في أزمة كهذه، السؤال الذي يخطر ببال الجميع ربما هو، إلى متى هذه الإجراءات الاستثنائية؟ مساء الخير. بداية، هذه مرتبطة بطبيعة الحال في وقت الأزمة، بزمن الأزمة، بمساحة الأزمة. طالما هناك أزمة مستمرة، التدابير سوف تبقى مستمرة. عندما تبدأ مؤشرات الأزمة بالتدحرج نحو النهاية، تتلي هذه التدابير. ولكن هل سيبقى المواطنون، هل سيبقى الناس يلتزمون بهذه التدابير عن قناعة، عن الدفاع كما كانوا في بداية الأزمة؟ نعلم دائما أن التراخي يصيب الإنسان مع الوقت، وبالتالي يحفظ تعايش في مكان ما مع الأزمة باتخاذ تدابير وقائية أكثر شدة من أو أكثر التزاما وتمسكا ببعض التدابير المتعلقة بالقناع، متعلقة يعني بالقفازات، متعلقة بالوقاية من لمس الأجسام إلى ما هنالك، بالاحتكاك، بالتجمعات. ولكن لا يستطيع الإنسان بطبيعته أن يبقى منضبطا في المنزل، وبالتالي أن يبقى في أمكنته، خصوصا إذا كان يرتبط الأمر بحالة العمل والعمل بالمعيشة. وبالتالي هذه الدورة الكاملة المتكاملة لابد أنها تضعف في مكان ما، ولكن تستمر إلى جانبين، إلى التعايش من جهة، وأيضا إلى عامل التراخي من جهة ثانية. نرى حكومات كثيرة يا أستاذي تخول لنفسها صلاحيات قد تتعارض أحيانا مع بعض التساتير مثلا لها علاقة بالحرية الشخصية، بالحد من الحركة إلى آخره، باستخدام الجيش أو الشرطة لضبط ذلك إلى آخره. إلى أي مدى يمكن لدولة أن تبقي على هذه الحالة لفترة طويلة، خصوصا مع تأثر اقتصادات دول كثيرة في العالم بهذه الإجراءات؟ في علم إدارة الأزمات أكاديميا يحق للحكومات والأنظمة والدول أن تباشر فورا باتخاذ تدابير تضمن صحة المواطنين، تضمن الصحة، المصلحة العامة. وبالتالي هنا يحق لهذه الحكومات أن تنسف بعض القواعد، شرط أن يكون الهدف هدفا نبيلا، وبالتالي الحفاظ على صحة هؤلاء الناس المعنيين، وتأمين سبل العيش، وتأمين سبل الوقاية، وتأمين البدائل. انظري مثلا إلى لبنان الذي يعاني اقتصاديا اليوم ويعاني معيشيا بشكل صعب. عمدت الحكومة في الساعات الماضية إلى اتخاذ قرار لتخصيص
بعض المبالغ الرمزية للأسر الأكثر فقرا ستوزع عبر الجيش اللبناني، وهي المؤسسة الأكثر احتراما وانتظاما في لبنان. وبالتالي هذا العامل مع الإجراءات يعطي لهذه الحكومة شرعية في اتخاذ القرارات وضبط الأمور ومعاقبة من يخالف هذا الأمر، لأن الناس بطبيعتهم كما ذكرت لك في بداية الأزمة ينسجمون مع القرارات ويخافون، إلا أن عامل النفس يتراخى بس حتى مع الالتزام على مر الوقت، ولا لأنه الأزمة تتفاقم، ولأنه دولة ما وصلت إلى الذروة، حتى مع التزام الناس بكل الإجراءات، مثلا العمل من المنزل أو البقاء في المنزل تحت الحجر أو إلى آخره، إجراءات صعبة على أي إنسان حر، على الإنسان العادي حتى نفسيا واجتماعيا وإلى آخره، وظهرت مشكلات كثيرة لها علاقة بالعنف الأسري، بعدم ضبط الاقتصاديات المنزل إلى آخره. فإلى أي مدى يمكن في إدارة أزمة أن تكون هذه الحلول طويلة الأجل، 6 أشهر إلى عام إلى آخره؟ لن تكون هذه الحلول طويلة الأمد، وهي حلول ناجعة ونافعة إلا لها تداعيات سلبية. سأبدأ من محطة واقعية حصلت في لبنان اليوم. منذ قليل اتصل بإحدى المسؤولات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية توزع خبرا حول تزايد نسب العنف الأسري في لبنان، وتدعو الإعلاميين والمختصين وكل الذين يتعاطون الشأن العام أو الذين يظهرون على شاشات الإعلام إلى الترويج لعمل التوعية أن هناك فعلا ضغوط نفسية، هناك ضغوط الأسرة، ولكن لا يجب أن تؤثر على العامل الأسري. إن العنف الأسري اليوم في كل دول العالم يزداد للأسف بالفعل. هذه الضغوط التي لها طابع نفسي أولا من حيث الحرية والحجز كما تحدثت حضرتك في هذا الإطار، وأيضا وبشكل أساسي من الناحية الاقتصادية المعيشية، لأن هناك مساحات واسعة من المواطنين اليوم أو من الطبقات اليوم، وخصوصا الطبقات المتوسطة وما دون، هي تعتمد على اليوميات. وبالتالي إذا لم يعمل أي مواطن من هؤلاء من هذه الطبقة لا يستطيع أن يؤمن قوت عائلته، من هنا تكثر هذه الضغوط. لذلك لا يمكن أن تكون طويلة الأمد من دون تداعيات سلبية. نعم، هناك سلوك مجتمعي تغير، هناك تأثيرات سلبية تغيرت، سننتظر في الأيام المقبلة وفي الأسابيع المقبلة إذا طال أمد الأزمة وهو سيطال مع الإجراءات المتخذة من قبل الحكومات، مشاكل لها طابع بالأسرة، لها طابع بالمجتمع، ستزداد السرقات، ستزداد عمليات النشل وهو حاصل في بعض المجتمعات اليوم في العالم بفعل هذه الإجراءات القاسية والمطلوبة بنفس الوقت. يعني تمام. لابد من هذه الإجراءات، لا يمكن للحكومات أن تتفرج، لابد للمواطن أن يحذر نفسه، لأن هناك عوامل لها علاقة بالصحة وانتشار المرض. تمام، وكأنه المعادلة هناك هي مشاكل، تأخذ نعم هناك مشاكل، هناك تمام مشاكل سلبية، وكأنه هناك مشاكل تمام وكأنه المعادلة هي تأخذ من الناس حريات أكبر، ينبغي أن تقدم لهم دعم أكبر في كل المجالات والمستويات. من بيروت الأستاذ عباس ظاهر، الباحث المختص بإدارة الأزمات، أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الرؤية المستنيرة في وقت قصير. هكذا بدأ لنا العالم هذا المساء، غدا ألقاكم في 6 بتوقيت جرينتش، حتى ذلك الحين ابقوا في أمان الله.